وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مساء الخير جميع. اليوم هو يوم اختتام الذكرى التأسيسية 70 التأسيسية للغرفة التجارة والصناعة لمدينة طنجة. كنظن الذكرى هذه اللي كنظن عشنا أسبوع حافل بمناظرات لقاءات. الاختتام اليوم هو اختتام كنظن بأن أقل ما يمكن نعمله هو تكريم بعض الشخصيات اللي مارست منها مهنية ومنها أطر ومنها لجان تنظيمية. فأول ما يمكن تكرموه هو نكرمو رؤساء غرف اللي تعاقبوا على هذه المؤسسة، كذلك النظراء ديال هذه المؤسسة، وكذلك بعض الوجوه النيرة اللي خدمت على هذا المشروع واللي هي لجنة تحضيرية اللي واكبت منذ 6 شهور على 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 هذه على هذه الذكرى التأسيسية. منها خرجنا بواحد الخلاصة هو كتيب اللي ان شاء الله غيتوزع وغيكون راه الإشارات كل مهني داخل المؤسسة ولا غيتوزع لجميع المصالح الخارجية ولبعض المهنيين. كذلك لابد ما نوقفوا وقفة تأمل لهذه الذكرى اللي كنظن بأن هذه الذكرى حولت غرفة تنفتح على ما هو عالم آخر، هو عالم ديال بعض المؤسسات كمؤسسات بعض المؤسسات التعليميه اللي زارتنا، بعض الجامعيين اللي جاوا زارونا، بعض الباحثين، كذلك بعض رؤساء الغرف من بقع المغرب كلها. فكنظن كذلك على الهامش هذه الذكرى السبعينيه كان المعرض اللي حافل بصور ووثائق كتوثق كل مسار هذه المؤسسة. فباسمي وباسم المكتب وباسم مهنيين طنجة كنشكر كل من ساهم من صحفيين اللي واكبوا معنا طول هذا الأسبوع هذا اللي ساهموا معنا في نجاح هذه الذكرى التأسيسية السبعينية واللي كنظن غتبقى مفخرة لهذا الإقليم واللي كنظن إن شاء الله يطلبوا الأجيال اللي غيكون عندهم واحد أن سيبور اللي كنتسماوها اللي يمكن يقدر به كذاكرة لهذه المؤسسة. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى بن عبد الغفور النائب الاول ديال رئيس ديال الغرفه ورئيس اللجنه التنظيميه ديال هذا الاحتفاء الذكرى ديال 70. السياق ديال الاحتفاء هو اننا فعلا لاحظنا انه الشق الاقتصادي لم يعطى حقه من الاهتمام ومن التوثيق، وهذا ولهذا سارعنا يعني لاستغلال
مات يعني الوجود ديال واحد المجموعه ديال الافراد كما لاحظتوا في التتويج ديال الرؤساء السابقين ومدراء سابقين، استغلال الوجود ديالهم واستغلال الحياه ديالهم، فقمنا باسترجاع ديك الذاكره وتوثيقها من خلال توثيق اولا قيام بشريط وثائقي يوثق للذاكره ديال 70 سنه. كما كتعرفوا انه هاد 70 سنه 1947 2017 كانت محطة طنجة، عرفت في خلالها يعني محطات أساسية وكبيرة جدا، فيها ما هو دولي، فيها ما هو وطني، فيها ما هو إقليمي. لذلك قلنا أن هذا الاحتفاء هو عنده واحد البعد وواحد الرمزية، هو أنه غادي يعني نحاولوا أننا نحركوا الباحثين والمهتمين بهذا الشأن، أنهم نسلطوا الضوء على هذا الأمر ديال الذاكرة ديال المدينة، الشق الاقتصادي بالخصوص، لأنه ما ننسوش أنه لا في الفترة الدولية ولا في الحركة الوطنية كان للمهنيين، كان للتجار، للصناع، للخدماتين واحد يعني واحد النوع ديال العمل، واحد الجهد اللي تسوى، كذلك واحد المشاركه اللي هي كانت مشاركه من خلال ما ننسوش على انه حتى الاقتصاد يعني الان يوظف كسلاح قوي في استعماله، سواء من خلال المقاطعه، من خلال البيانات، من خلال الاحتجاج، من خلال كذلك توفير المؤونه سواء للحركه الوطنيه سواء لهذا. فلهذه قلنا اننا نلمسوا هذه القضيه ديال التوثيق الاقتصادي، العنايه بهذا، وهي فرصه كذلك لتكريم مجموعه ديال ديال ديال, ديال الناس اللي ربما من بين مخاض ديال الاحداث وتكرارها ربما لم يلتفت اليهم. ولذلك قلنا من واجبنا كجيل يعني الان كيعيش مسير لهذه المؤسسه اننا نكرموا هاد الناس، هذا نعطيهم الاعتبار، نعطيهم حقهم، وان كان الحق ديالهم يعني لم يقدر لا في حفل ولا في تكريم، ولكننا على الاقل واحد النوع ديال الالتفاته لهؤلاء الناس، سواء اطر اداريه، منتخبون، فاعلين في الاقتصاد ديال المحلي والوطني، اننا نعطيهم واحد الالتفاته، واحد الرمزيه. ولكنها هذه تكون ان شاء الله يا ربي هذه هي السنه الاولى. طبعا غادي يكون بالاكيد على انه من خلال الممارسه تبيننا مجموعه ديال الامور اللي يمكن تعملوها، فكل سنه ان شاء الله هذا هو المتفق عليه، ان كل سنه غادي نبقاو نعملوا هذه الذكرى هذه، وغادي نحددوا لها محور او محاور اللي غادي تكون كما شفتوا الا تبعتوا البرنامج كانت فيه ندوات لمست يعني واحد المجموعه ديال الامور اللي احنا لا في امس الحاجه الى تسليط الضوء عليها. اذا سيداتي وسادتي نقدمكم اكلخ انسان على وجه الارض. تفضل. عمري ما شفت شي واحد يقول هو مطور وما شفت شي حاله ديال البياسه، حق الله مطور عليكم مزيون عليك. عمري ما شفت شي واحد مزيون عنده هنا شلاطه. شفتي قصه الناس كيفاش عاملاها؟ القصه خليفه. اللي ما كنبغيش يا اخي نور الدين، ما بغيتش يجبد لك ديك الرش وقداش تبارك الله راسك ماجيسكول وديما راسك في مينان. وقالوها كبير ما فكر كاع خاوني، وقالوها الصغير ما فكرش طاش مفتوح، واديني اديني. هذا بالأحلام أيضا إن شاء الله وبحول الله لبالا معجزات تتحقق. إذا نرجو لهم من هذا المنبر التحية والتصفية. وكانت الفكرة الأولى أن يكرم الجميع، لكن بعد ذلك اخطأ السيد الرئيس والسيد نائب الرئيس بأن يكون التكليف في شخص المدير الجهوي نيابة عن جميع أطر الغرفة. نجحت. شكرا للجهات المنظمه، للجنه التنظيميه.